كيف ما تشوفوا مشينا نشريو كسكروت لبلابي وتويتها فاروق باش يحكي لنا عن المكونات. كما تعرفوا كسكروت لبلابي هي أكلة بنزرتية وتتكون من حمص، هريسة، تن ومرقة. إن شاء الله نعطيهم ونعطينا رأيكم فيها. والمرقة هي كيف ما يقولوا الصفاقسية، مرقة يقصدوا بها الحوت يعني. عسلامة 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 الناس الكل، ربيع القطي سيل فوبلي ماكس سابوني. كيما عرفتوني شاف بومنديل، أماني مانيش شاف بومنديل، اليوم جيت بالرسم باش نذوق ونحصل مع أصدقائي كل وسام وفاروق. وأنا بنزرتي ما نحبش نذوق اللبلابي خاطر من صغري كامل نذوق فيه، تعطي القطي يذوق في بلاصتي. يعطيهم العافية. التليفون هكا من فضلك. هيا خلينا نشوفوا فاروق شنيا، خلينا نشوفوا زوج صفاقسية يذوقوا في اللبلابي. هاي حارو بزيت حمص، حارو زيت حمص، تجربة جديدة كمان. ايوه أول مرة يذوقوه معناها اللبلابي. أول مرة كسكروت لبلابي، نحن الشخص عندنا لبلابي صح؟ ما عندناش الشخص عندنا لبلابي، دونك هذه كانت أول تجربة لنا باش نذوقوا كسكروت لبلابي في بنزرت. ننصحكم تجربوه تاع خونا ياسر. وانا سمعت اللي في جابس عندهم كسكروت لبلابي، ياسكر كسكروت لبلابي اللي في جابس كيف هذا ولا؟ مش باجيت كيما هكا، كيما نقولوا خبز طابونه. وفي وسط نفس لي زانغريديون زعما حمص وتن وهريسه ودنيا، حاجه تشبه لهذه اما مش باجيت. حلوه باش تراهم معنا. هاي وراهم الكسكروت لبلابي، هذه المكونات بتاعو كيما تراو تن وحمص هريسه. صحوني ياسر، ننصحكم تجربوه معنا وبالرسمي ذقنا وحصلنا.